أخوي أحمد أو إحنا بنادي عليه حمادة توفى في 25/1/2011. كان يشتغل في مجال الحفريات في مد البنى التحتية في الشوارع. الحادثة صارت في آخر النهار. كان عنده تعمل السين يعني لما تبوع يعني موقف عسكري كان يشتغل بكسارة وسقط. بس بعرف كان أكيد كان منفع يكاش على لو إنه كان في الحجرة على بس. بعد ما احنا اطلعنا على مكان الحادث فهمنا قديش كان في اهمال، كان الشغل في شارع، ففهمنا انه لازم يكون في تحضير زي الداعم وكل شيء ما كانش موجود. المشكله هي انه الشباب هذول اللي جايين شايفين فوضى فبتصرفوا فوضى. اذا كان النظام هذا اللي اهمل كان عنده حادث وتوفى عامل، شو بده يصير للمقاول؟ شو بده يصير فيه ولا شيء؟ من 180 قضية بخمس سنوات، يعني 11 قضية وصلت للمحكمة، بالمحاكم فيش إمكان للإثباتات أن المفتشين ما أجوش هذا، فالطريقة هي فوضى بفوضى. الرشلانوت موجودة، بس الأحريوت مكسمة، البستقية بستقية، تطلعش عسكري بدون معكية، البس إحداء يعني مليح للعمل، حتى لو كانت قال اطلع على هذا الهجوم هاي سكالي اطلع مش امن، سكالي مش امني تطلعش على سكالي مش امني. بنفع نحكي كثير شغلات اللي لازم تكون وكأنه الشاب بايده القوة انه يجي يطلبها. اليوم هاي الشباب ما عندها القوة تيجي تطلبها من اهل العبودة او من المقاول، وما عندها المعرفة كمان انه تيجي تطلبها. فاذا ما بيكون في حدا اللي يوقف معه ويفهموا لهذا الشاب انه في حال انت رفضت تطلع على تعمل شغل في مكان عالي انت القانون كمان حاميك. وايش بدك تقولي لهم يعني هدول الشباب؟ الشيء مش كيف احنا شايفينه، مش انه خلص رح يصير معي شيء انا غير عن غيري. ما فيش بطوله انك تنطط بين سكايل انت مش عارف شو هي، في زي ما قلت في محلات ثانيه كان فيها بطل يعني انه انت بتساوي هيك بصير معك هيك. تقلقاش تسوي يكسرش معك لازم يحافظ حاله أكثر. أنا رسالتي للشباب دايما هي إنه حافظوا على حياتكم. في عائلة بتستناكم، عائلة اللي كثير بتتأثر حياتها بعدين بعد ما